طيب، لسه جهود وزارة الداخلية تحديدا بنتابعها، لأن امبارح الوزارة كثفت من التواجد الأمني بمواقف السيارات الخاصة بسيارات الأجرة تحديدا ومحطات الوقود في كل المحافظات، وده لضمان التزام السائقين بالتعريفة المحددة ومنع احتكار المواد البترولية. انتشار أمني مكثف لوزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، حيث واصلت الأجهزة الأمنية تواجدها في مواقف السيارات ومحطات الوقود بمختلف المحافظات لضمان التزام السائقين بالتعريفة المحددة من قبل كل محافظة ولمنع احتكار المواد البترولية. كما نظمت الإدارة العامة للمرور وإدارات المرور بمختلف المحافظات حملات مرورية على طول خطوط السير للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب المحددة وفحص شكاوى المواطنين في هذا الشأن واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.